طبعا ما انا عارف دي الحشيش. المسؤول عن الملف ده في اتحاد الكوره لا بيحضر اي فعاليات تابعه للاتحاد الدولي. مين هو؟ وبيتبعت له وكذا ايميل. هو المظاهر دلوقتي دكتور جمال عمل عليه يعني ولا دكتور جمال؟ الاتحاد الدولي بعت شكوى ضده لاتحاد الكوره ان هو ما بيحضرش ولا زوم ميتنج ولا بيتواصل معانا ولا طيب بيحضر. يا شباب لو قدرت تقول دكتور جمال محمد علي برضو يرد على هذا الكلام يبقى كويس جدا، لانه مهم جدا الكلام اللي بيقوله محمد ابو علي. لو الكلام ده يعني انا عارف طبعا ان في شكوى وفي كذا وفي كذا، فهاتوا لنا دكتور جمال محمد علي لو سمحتم يرد على هذا الكلام. في اشياء برضو مهمه يا كابتن.